انتبه، بعض الناس يظن أن الطعام والشراب هو الذي يكون به القوة والرجولة وكذا، ولا يدري أن الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالين والثلاث أهلة، نبي الأمة، وليس في بيته شيء، ما شبع آل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، خبز أرد خبز في الأيام التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير، ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير. لكن انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والجلد، تقوى الله، إيمان. الواحد كان يعد، الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم، الواحد يعدوه بألف واحد، جيش وحده. بماذا؟ قوة الإيمان إخواننا، ليس بقوة الطعام والشراب. انظر إلى أئمة الإسلام، إمام أحمد واحد، رجل واحد يقول إمام أهل السنة والجماعة، رجل، نعم. وتنظر اليوم تعد رجال، هم ليسوا برجال، أي نعم. فإذا إخواننا، القوة هي قوة الإيمان. والعام يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أهل السنة يغلب ألف من هؤلاء، عامي، فما بالك